حوسيه مع سيدي جسرين تعرضنا صباح العنف معناها عنف شديد من طرف عوين الامن ومعناها جينا بلغه فصاله معناها ساليا بطاقه تعريف خوفتنا خويا ما عطيتوش ينطروا يهرب نعرف علينا حك قلت خويا عرف انت بروحك ساعات وضربني في وجهي وبعد هذا كل عاون تشرب كحول بالضبط وديريكت جت معناها الدوريه كامله وتلموا ثم شاديني وهو يضرب فيا في الاخر قال لي نهزك نوقفك كي قلت له هزني وقفني خير وهبطنا من فما كينا اما باش نرجعوا نحن جينا الوقت على حتيجه جاي لنا باش نرجعوا ناخذوا حل في الحكايه. تبدلت شي حاجه حسام؟ ما تبدل حتى شيء قاصرين زادوا علونا في الصوره بتاع الحبس ما عملونا حتى شيء يقول لك في العباد يطيروا على العباد بكرتوش حي شنو هذا تو هذا حاكم مشو حاكم كيف يعني عندك طرق طرق دورية دورية مشتركة فيها الحرس وفيها الجيش وفيها الشرطة شنو جيت تضرب مواطن بكرتوش عندك طرق أخرى تنجم توقفه بطريقة أخرى سلمية حتى ولو هو ما محبسش نجم توقفه بطريقة أخرى تحاصره دورية نجم يحبس مش جيت تيري عليه يموت سبحان الله والأخرى وصلتنا أخبار دقيقة زادة من السبيطار اللي هو ميت ومطفين عليه الضوء خاطر كي خاطر كي مش توصل الجنازه للقاصرين بالطريقه هذيك مش تتعدى بالسهر وديجا العاون معاه مشمتين فينا وقال لي ثوره شنو وكريم زيد وبيلا وهو شارب كحول ياسر العاون هذا فهمني شارب بالضبط زيد وديريكت دخل فيه بوني في وجهي وكذا برشا حكيت مش يحاكم مش حاكم انا عرض لي فصال انا شنو رايك وحده لا معاه لا دوريه لا كرابه امن ودبشوا سيفيل كمواطن اعطيني بطاقه تعريف قلت اخويا ما جيش راك فك عرف انت بروح ديريكت خلف بوني في وجهك وشميت عليه ريحه الشراب بيلا ومعنى ايه الواحد شم ريحه الى الدرجه الواحد ما يعرفش ريحه الكحول الناس الكل تعرف احنا ولاد القاصرين يوميا قاعدين عايشين في القاصرين ما ثمش لا ارهاب ولا فما حتى حاجه شكون اللي مارس شكنا امور سياسه احزاب دخلتها في بعضها قلت له رئيس المركز هذاك مش ضحيه قلت له زوز اولاد من القاصرين مش ضحيه كيكا ما ثمش حتى حاجه معناها كي نسمعك توا نفهم انه الامن هو اللي يمارس في الارهاب معناها أيه. البوليس هو اللي يمارس في الارهاب هو البوليس ارهابي مادام عرض لي الصباح معاه كرابه شرطه لابس زي لحد شيء ديريكت من بطاقه تعريف قلت له عرف انت بروحك اعطيك بطاقه تعريف ما فهمش حتى مشكله حياك نطلب بطاقه تعريف نعطيه يا اخوي عرف لي انت خوك تنطر لي السوشي انت وتهرب الصباح في بطاقه تعريف نتاعي في اوراق مهمه في كذا نعرف عليك ديريكت خلي يضرب وكذا وجت الباقه زادوا شدوني كي ويضرب هذا فين بالضبط هذا فين بالضبط بجنب المحطه الرئيسيه نتاع قاسمين نتاع كيران بجنب معمل كامل الحمزي مع وقتاش مع 3 نتاع الصباح